السلام عليكم هاشم. اليوم عندنا تجربة للعبة ببجي موبايل على جهاز شاومي 13 تي برو بعد التحديث الأخير، هو 3.3.0. طبعا هذا الجهاز يابا بعد التحديث الأخير صار يدعم لك 120 فريم. هذا الجهاز يابا من حيث المواصفات عندنا معالج من ميديا تيك، هو الدايمنسيتي 9200 بلس. طبعا هذا المعالج هو من الفئات الرائدة، راح يشغل لك ألعاب جدا قوية. عندك هنا معالج الرسومات هو المالي جي 715. عندك هنا معالج مصنع بتقنية الأربع نانومتر، سرعة المعالج هي 3.35 جيجا هرتز. عندك هنا معالج أداء جدا قوي، وأيضا عندك هنا الشاشة هي من نوع الأموليد تدعم لك 144 هرتز، وأيضا تدعم لك الدولب فيجن أعلى سطوع 2600 شمعة. طبعا هذا الجهاز راح يقدم لك أداء جدا ممتاز في جميع الألعاب والتطبيقات. هسه نروح لببجي موبايل. طبعا بعد ما تتأكد من التحديث 3.3.0 عندك هنا الجهاز راح يشغل لك 120 فريم في لعبة ببجي موبايل. وهذه رسوميات الجهاز بعد التحديث الأخير 3.3.0. عندك الجهاز يشغل لك 120 فريم. أيضا عندك هنا الرسوميات البقية راح يشغل لك على 60 فريم. فأنا أشوف الجهاز جيروسكوب مالته جدا سريع، وأيضا راح يدعم لك 120 فريم، فهذا شيء جدا ممتاز على هذا الجهاز. طبعا سعر الجهاز هو بال 750 ألف دينار عراقي وأقل. الجهاز شاومي 13 تي برو، فهذا الجهاز اشوفه صفقة جدا ممتازة اذا تريد جهاز معالجة جدا قوي، كاميرات جدا قويات، فلذلك هذا الجهاز اشوفه ممتاز مقارنة بسعره. فهذه التجربة على الجهاز، ان شاء الله تستفادوا منه ويعجبكم. خليكم بالفيديو. Team match, let's go.
team is heading to a perfect win.